أهلا بكم أحبائي المشاهدين. في مرة أخرى نأخذ فكرة بسيطة عن تجسد المسيح. حابب أقرأ معاكم آية من كلمة الله، رسالة بولس إلى أهل فيلبي أصحاح 2، الآية المشهورة جدا وعدد 6: الذي إسكن في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. بتفهمنا كلمة الله أحبائي حاجتين: هو صورة الله وهو أخذ صورة عبد. مرة تاني الكتاب يكلمنا عن ألوهيته وعن إنسانيته، بس هنا الكتاب بيفهمنا حاجة جميلة، إنه اتضع، نزل. ويكلمنا الكتاب في هذا القسم عن تجسده إزاي، إن هو اتضاع كبير. هو صورة الله فله كل مجد الله. المفروض هو جاء أرضنا، المفروض هو ماشي في شوارعنا، يصاحبه مجد مبهر لا نستطيع أن نتحمله، لكنه يا أحبائي أخلى نفسه أخذا صورة عبد. بشوف أحيانا رؤساء أو في مدينتي رئيس مجلس المدينة مرة عمل كده، مرة لبس لبس عادي متقطع شوية، ولبس جزمة متقطعة، وحط كوفية على وشه، ودخل المستشفى عمل نفسه إنسان عادي. روح اسأله: أنت رئيس مجلس المدينة؟ يقولك آه. بس إيه الصورة اللي واخدها دي؟ صورة شخص عادي. رب يسوع، روح اسأله: أنت الله؟ يقول آه أنا الله، لكنه أخذ صورة عبد. عنده نوعين من العبيد، هو اللي خلقهم بإيده، عنده ملائكة وعنده بشر. الكتاب يقول لنا لما أخذ صورة عبد صار في شبه الناس، يعني خد صورة البشر. لما خد صورة البشر واتولد في الأرض من نسل مين؟ من نسل داود. يعني إيه؟ نسل ملوكي، يعني المفروض يتولد في القصر. راح المجوس سألوا عنه في أورشليم في العاصمة، راحوا القصر، قصر هيرودس، أين هو المولود ملك اليهود؟ مش هناك. ليه؟ لأنه اتولد في بيت لحم. ليه؟ لأنه اتنازل عن مكانته كملك. عشان كده يقول لنا الكتاب أنه وضع نفسه. لكن مرة تانية الكتاب يقول لي أنه أطاع، اتنازل عن إرادته، اتنازل عن إرادته. عزيزي المشاهد، هل تدربت على الطاعة؟ وضع نفسه وأطاع، بعد كده تنزل كمان عن حياته، أطاع حتى الموت. لكن أروع تنازل، اتنازل عن الكرامة في الموت عندما أطاع حتى الموت، موت الصليب. لا يوجد مثله في تنازله، لا يوجد ما يبهر قلوبنا مثل تنازله. عزيز المشاهد، هل تعلمت التنازل عن حقوقك؟ هل تعلمت الطاعة؟ هل تعلمت الاتضاع؟ تعال للمسيح، قال كده: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. والرب معك.